كده تقريبا احنا خلصنا كده الأجزاء اللي قدام. الباقي سهل بقى. أنا هروح هنا ليه؟ تيوب 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 تيوب، نروح لتيوب ونصغر التيوب ده قوي، صغره خالص تمام. و هاخد الريديوس ده كده كده شوية، ناخد ده كده سمي تمام، وهحط ده على طول جوه السيمتري فوق. سيمتري على طبعا الأول، معلش هنحوله اديتابل وبعدين كده. السيمتري نفسه المفروض يبقى في النص، فانا هروح للسيمتري والكورز بتاعه هخليها في النص وادخل ده جوه دي تمام. بس دي الحاجه الوحيده اللي شرط في السيمتري اوبجكت تمام. وناخد ده كده وبعدين نطلعه فوق تمام، حاجه يعني بالمنظر ده كده. وبعدين هقوم واخده لفه زاوية كده وشده لتحت تمام، حاجة كده. وبعدين هقوم رايح ل أولا أنا عايز أعمل أوبتيمايز، وأروح للفيسز و هروح للكام فيس دول شيل تاني اوبتمايز واطلع فوق ويو ال، واروح للايدجز واحده والتانيه، ودي على طول هتبقى ست سيلكشن. هروح لسيلكت ست سيلكشن بيفل على طول كده، قبل ما ننزلها احط ست سيلكشن للبيفل، وهنخلي البيفل حاجة بسيطة ولتكن بوينت 2، ان انا متأكد ان احنا هنصغر بوينت 2 دي، وهاخد دي تحت فعلا هنصغر بوينت 2 بوينت 1، ونديها كام سب ديفيجن اهي كده تمام بالمنظر ده. دي الاكسس بتاعتها تمام، الاكسس بتاعتها في النص حلو. فانا عايز اجيب لها سيلندر، سيلندر هيتصغر قوي مش عارف هو راح فين اصلا، فانا اروح للسيلندر واروح للتيوب ونفس الموضوع، وهصغر السيلندر بحيث يخش جوه التيوب. طلعوا سنه فوق سنه ايه مش انت كده مثلا، وبرضه يطلع سنه فوق، و هقوم واخده لفوق قوي على اعتبار ان دي اللي هيركب فيها او اللي هيبقى فيها الجراثيم بتاعتين بتوع الجرس دول ماشي، حاجه بالمنظر ده كده. انا هخلي ده كده وهاخد الاثنين دول الت جي تمام، عشان اشتغل هنا براحتي، وكده كده الاثنين يتعمل لهم سيمتري. انا هروح ل ده واقوم قايل له فيلت كاب، وهتبقى بوينت 1 كفايه قوي، والكام سب ديفيجن دول يعني حاجه بالمنظر ده كده. مش عارف في فوق او في سنه، بس ممكن تبقى حاجه تمام تمام ناخد بعد كده ناخد على طول الكبسول، هصغر الكبسول
تمام، و على طول اديتابل واضغط F2 او F3. F3 عشان بس ببدل بين المساقط وبعضها. انا هاخد بس دي كده و Vertices Rectangle Only Select متشالة، وهاخد دول Delete، انا عايز ده بس تمام. وبعد كده كل Vertices Optimize، وبعدين اروح هنا مش الاخ ده كده F1 عشان ارجع للبرسبكتيف فيو، اخد ده جوه السلندر تيك 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 تيك. جميل، وبعدين هنطلعها لفوق. ماشي، كل اللي هنعمله بس ان هصغر دي سنه وهتبقى كده، واخدها هتبقى اكبر من كده ممكن. تمام، حاجه بالمنظر ده. طبعا النال ده سهل قوي ان انا اوديه بقى يمين شمال، يعني زي ما انا عايز. خلاص، لو محتاج ان انا ابعدهم شويه كده وياخدوا روتين. هي مش اكيوريت قوي بصراحه، بس يعني اللي هو ايه، هتدي اللوك اللي احنا عايزينه. تمام، الكبسول دي اطلعها بره ده تمام. بعد كده احنا عايزين نعمل البتاع اللي بيفضل يرن كده، البتاع اللي بيتهز ده. ده ممكن يبقى، والله ممكن نعمله تورس، وممكن نعمله سلندر، وممكن نعمله تيوب. سلندر. تمام، ماشي. فانا هاجي كده وهقوم واخد ده لفوق، صغر دي و هات الريديوس ده شوية، خلي ده يبص عند اكس، نجيبه كده تمام، ونطلعه كده. افتكر الريديوس هيبقى كده ظريف. تمام، هناخد ده لورا سنة كده وهضغط F3 وهطلع ده لفوق. بعد كده هديله اديتابل. تمام، وهروح هنا كنترول اس عشان سينما في النقلة دي بيقلقني بصراحة. تمام، وهاخد الفيسز وهاخد دول كالعادة. كنترول، هنسحب، نعدل، مش عايز تعدل ما تعدلش، up to you، زي ما انت حابب. تمام، ناخد ده برضو كده، اوب مش هيبقى كبير قوي كده سنة. وبعدين اقوم واخد سكيل، سكيلها بس يعني مجرد شيبنج. بعد كده هقوم رايح للايدجز، سيلكت فونج بريك سيلكشن. بس الفونج بريك سيلكشن ده بقى انا عايز اشتغل عليه ماشي. يو ال بالمرة
اقول لك حاجه، بلاش فونج بريك خالص كده، شيفت هو ده اللي انا ده اللي انا محتاجه علشان اروح هنا السلكشن واقول له سيت سلكشن، واقوم رايح حاطط بيفل، والبيفل هحط له دي، ودي هتبقى مثلا 0.5، ونحط ده جوه السين. هروح للسلندر ده و اوبتيمايز، وبس. وبس جميل. Display Grid Shading، هنلاقي الظريف بتاعنا ده. يمكن انا عايز في البادي، تمام، اروح اعمل هنا مثلا يعني 1 2، وهنا 1 2، مش عايزين نسيب اقرع كده. هروح هنا يو ال، واروح هنا اهو، واروح هنا اهو، ورايت كليك اكسترود، وهاكسترود انر بالشكل ده كده. انا حتى مش هخليها هارد ايدج، انا هخليها سوفت ايدج. تمام، اوب دروزيت. كويس ان احنا خدنا بالنا فعلا. اللوب دي عمرها ما هتيجي. كنترول زد بقى تاني خالص، لان في هنا حاجة بقى حصلت مش مظبوطة. انا عايز اروح هنا لللوب خالص. لان هنا في فيرتكس مش ملحومة، فالمفروض هنا هنضطر ان احنا لا كده احنا هنطول على نفسنا قوي، وانا مش حابب ان انا اطول في البتاع ده بصراحة. انا ممكن اعملها كده، وبعدين بعد كده نوصلها يدوي. تمام، والله ممكن. ادي واحدة، تمام، والتانية رايت كليك لاين، وبعدين هنيجي هنا انيبل سناب فيرتكس سناب. انا عايز سناب دي. رايت كليك، او مش رايت كليك، سكيب. هي مش بريزيرف طبعا للكيرفتشر، بس لا 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 مش تبقى كويسه، مش فكنا منها خالص. مش مشكله، الديتيلايه دي مش هتموتنا. نيجي بعد كده لتحت، عايز له بس عايز له رجلين. في نفس السيمتري على فكره، كل ده في نفس بدأنا هنا ما نسميش الاخ ده، ده اللي هو السنتر بيل، والسلندر اللي لسه ده هيبقى السايد بيل، مش عارف الاسامي بتاعتهم بصراحة. تمام، او مش سايد بيل، دي هتبقى سايدز، ودي ها
هسميها stuff. جوه ال stuff الشوية دول alt g برضو، دي هنسميها البل تمام. والسلندر ده هاخده جوه ده تمام، ومش محتاج الت جي، ده هسميه ليج عشان دي الليج الرجل بتاعت الاخ ده. طبعا اف 2 عشان اروح ل التوب فيو، اف 1 عشان ارجع للبرسبكتيف فيو، وهلفه 20 درجة كفاية، و بسم الله كده وهم جايين نطلعه كده. بس افتكر الرجلين دول هيبقوا قصيرين شوية فهنطولهم شوية وننزلهم سنة تحت. زي ما هما كده اديتابل على طول، ورايت كليك. رايت كليك ايه؟ هنروح هنا رايت كليك، نقوم رايحين واخدين اللوب باس كات، واحط واحدة هنا والتانية هنا وبعدين واحدة هنا، وبعدين مثلا واحدة هنا كده. يو ال واسلكت دي سكيل سنة. قبل اي حاجة الاول رايت كليك اوبتمايز يو ال، وهاخد اللوبة دي بعدين اخدها كده بيفل. وبعدين دبل كليك بيفل، وهنا نفس الموضوع دبل كليك شيفت دبل كليك شيفت دبل كليك، ويبقى فيه بيفل كده تمام. بس مش هعمل مش هنعمل اكتر من كده، ما افتكرش ان هيبقى فيه بقى حاجة تانية هنا تاني. افتكر كده ده المنبه بتاعنا، الدنيا فيه تمام جدا. مش عملنا الجرس من فوق، عملنا الرجلين، عملنا العقارب، عملنا السنتر، الجلاس الديتيل اللي قدام عشان تبقى ماسكه الجلاس. فابتكر كده الدنيا في الكلوك كويسه. والان حان الوقت، خد كل ده تمام، كل ده اهو الت جي، وده هنسميه كلوك. ونروح هنا سنتر تمام، فايل سيف اوبجكت ريسيت كلوك اوكي. نطمن يوزر عندي اوبجكتس، عندي كلوك وعندي الود تيبل. كده خلصنا من الكلوك. والمحاضره الجايه هنتكلم على الدوم. الدوم لو هنتكلم على الدوم يمكن على فكره انا هخليه كده، ما علينا. هنتكلم على الدوم وبرضه هنسيفها كاوبجكت ريسيت.